بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اليوم بغيت ندير معكم واحد الخبز رائع. خبز هذاك اللي يجي يرافقوا به الشوربات، يرافقوا به لي سوب، لي بان غريسان، ولا خبز لو بان غريسان. هما ديك الخبز الاصابع اللي جرقيك. نزولا عن طلب مشتركة عزيزة عليا بغيت نديره لها، هذا الخبز رائع جدا، خفيف ويجي مقرمش ويجي لذيذ جدا. نمر مباشرة لطريقة التحضير تاعه اللي سهلة ومكوناته بسيطة بسيطة جدا، بصح البنة تاعه رائعة. إذا هذاك الخبز نحتاجه 2 كيسان تاع الفارينة. تنجموا تزيدوا في الكمية، تنجموا تنقصوا. أنا هاد 2 كيسان يكفوني لليوم. ندير 2 كيسان فارينة، ندير معاهم مغرف صغيرة ملح، مغرف صغيرة سكر، مغرف صغيرة كركم، وزيت قد ما تتبسس هذيك الفارينة. ونحتاج ماء دافي باش نلمو العجينة. نمر مباشرة لطريقة التحضير. نحطو هكا الفارينة في إناء، نحطو مغرف صغيرة تاعنا تاع السكر، ونحطو مغرف صغيرة تاع الملح أو حسب الذوق، يبقى الملح حسب الذوق، ونحطو مغرف تاع الكركم، مغرف صغيرة أو أقل كما تبغون نتوما. هايلا يعطينا طعم ولون للعجينة تاعنا. كذلك نحطو زيت الزيتون ونبداو نبسو في العجينة هذيك. نحطو هكا زيت الزيتون، اللي ما يبغي زيت الزيتون يديرو بزيت عادي جدا. أنا حطيت كمية ونبدا ندخل فيها في هذيك الفارينة. نخدم بيدي هكا، ندخل هذيك زيت الزيتون في وسط الفارينة. هيا لا عادي كيما نبسو اي عجينة. هنا راني نشوف انا العجينة تاعي خاصها شوية الفارينة ما فيهاش بزاف. هيا لا شوفوا معايا، نزيد لها واحد شويه ونبقى نبسط فيها بصباعتيه هكا باش يجونا لي غريسون تاعنا ملاح. نحطو هكا. كاين ايضا لي بان فيسيل. لي بان فيسيل برك الخبز الفيسيل هذاك تاني يجي رقيق وطويل. شوالا خبز الفيسيل يدخل فيه، نسيت ما ذكرت لكمش هنا مكون اساسي ايضا اللي هو مغرف صغيره خماره تاع الكاطو. سمحوا لي نسيت ما ذكرتهاش، نعاود نذكركم بها، مغرف صغيره خماره تاع الكاطو. اذا قلت لكم نعاود نذكر باللي نسيت ما ذكرتهاش مع المكونات في الاول، مغرف صغيره خماره تاع الكاطو، حتى انا كنت نسيتها ما حطيتهاش هنا فوق طاوله العمل. هكا شوفوا راه عندي تبسس، شوفوا كي تحكموه ديروه كيما هاك في يديكم، يدير هذيك الكتله هكا ومن بعد يعاود يتفتت. في هذه المرحله نجيبوا الماء دافئ. قلت لكم الفرق بين بالخبز الفيسال والغريسان، خبز الفيسال يجي بالخميره تاع الخبز، بالخميره اللي نعجنوا بها الكسره نورمال، نحطوا فيها الخميره هذيك ويخمر واحد شويه. هذا ما يخمرش، هذا يريح شويه ومن بعد يدخل للمجمد. هاد الكريسان يدخلوا للمجمد قبل ما يتقطعوا باش يجونا الاشرطه املاح. قلت لكم الفرق بينها وبين خبز فيسال هو انه هذيك تجي بالخميره تاع الخباز، بالخميره تاع الكسره، وهذه تجي بالخميره تاع الكاطو. حاجه واحده اخرى انه هذا يدخل للمجمد قبل ما تقطعي، الاخر لا ما تحتاجيش انك دخليه للمجمد. يسوفي سيلمون تدي عجنات صغار وتكوني الحرابيش ولا الخبزات تاعك، لي بودا هذوك اللي تخدمي بهم الخبز. اما هذا نخدموه كي شغل انا نخدموه في لاباط فيتي. هذا دوك نعجنوه ندخله للثلاجه يبرد شويه يريح، ومن بعد نطويه كيما ندير للباط فيتي. هكا نعاود نرجع معكم. هاني جمعت العجينه عندي، هاي تجمعت لي، تجمعت العجينه.
فوق ندخلها نغطيها وندخلها للثلاجة ترتاح، ونعاود نرجع معكم ونوريكم الخطوات الأخرى. هاي العجينة تاع الكريسان تاعنا جبناها من الثلاجة بعد ما ارتاحت المدة الكافية، ونبدأ نحل فيها. هنا الخدمة تاع العجينة هذه تكون كيما نخدمو لاباط فيتي، كيما هكا نحلوها، نديرو لها زوج دورات ولا دو تور ولا تروا تور، هكا نديرو لها هكا، ونعاودو نطووها كيما هاك ونحلوها، ومن بعد نزيدو لها زوج تاع لي تور واحد اخرين كيما هنا. هاني حليتها سهله، هي ما فيها والو، ما تحطو لها لا زبده لا والو، غير هكا نخدموها باش يجينا كيما حنا نقولو يجي مقرمش. هكا نخدموها كيما هنا، هاني زدت حليتها، ها التور الزاوج بسهوله، هكا نحلوها باش نزيدو لها الدوره الاخيره هكا. هنا بعد ما درناها لي تروا تور، دوك هنا نسيو نشكلوها، نحلوها رقيق ونحلوها على شكل مستطيل، نحلوها على شكل مستطيل باش من بعد الاشرطه يجونا كيف كيف. وها هو العجينه تاعنا بعد ما حليتها واحد المستطيل اللي هو رقيق. دوكا نحكمها نحطها فوق صني ولا حاجه، وندخلها للمجمد، ندخلها للمجمد عندي تشد روحها شويه، ونعاود نرجع معكم. هاي العجينه تاعنا هنايا بعد ما خرجتها من المجمد، دوكا ندهنها سواء بالماء ولا ببياض البيض، ونرشها بالمكون اللي راكم باغيينه، سواء ججلان ولا حبة حلاوة ولا سانوج ولا فرماج كيما تبغوا، ونقطعوها هكا بسمك، ماشي بسمك، بعرض واحد سنتيمتر. دوك نولي معكم. وهكا راني بعد ما دهنته كان عندي انا ديجا بقايا تاع بياض البيض، بعد ما خدمت واحد الوصفه بقالي شويه، كيما تقدروا تدهنوه غير بالماء، ومن بعدها راني ما بغيتش نديرها كاع نوع واحد، دهنت جزء بالفرماج وجزء كيما راكم تشوفوا بالسانوج مع الحلاوه، والجزء المتبقي درت له زراك الكتان، ومن بعدها نحكموا نضغطوا كيما هكا ولا نفوتوا عليه الحلال، ومن بعد نبداو نقطعوا فيه. وهكا فوت عليه الحلال باش يلصقوا المكونات مليح مليح فوقاه، وقطعتها هكا بالعرض تاع واحد سنتيم تقريبا، ومن بعد نستف الاشرطه فوق ورق الطهي فوق صينيه، وندخلهم للفرن على درجه حراره متوسطه. تقدروا تانو هكا تلووه كيما هكا على هذا الشكل، ثاني يجي شكله شباب كيما تقدروا تخلوه مسقم، لكم كل الاختيار، وانتم ابدعوا تكوبات لي بغيت نقول لكم نتوما زوقوا ابدعوا وتفنوا في هاد الاخرين، تقدروا تذوقوهم باي مكون كان وتشكلوهم كيما تبغوا. هذه هي ندخلهم للفرن ونعاود نتلاقى معكم نوريهم لكم في صحن التقديم. تكوبات لي بغيت نقول لكم نتوما زوقوا ابدعوا وتفنوا في هاد الاخرين، تقدروا تذوقوهم باي مكون كان وتشكلوهم كيما تبغوا. هذه هي ندخلهم للفرن ونعاود نتلاقى معكم نوريهم لكم في صحن التقديم. اذا حباباتي خواتاتي، هذا هما لي غريسان اللي درناهم مع بعض، جو اقل ما يقال عنهم انهم رائعين، جو بواحد الرائحة وواحد النكهة وواحد القرمشة ما عندي ما نقولكم. على بالي بلي كي تجربوهم غادي يعجبوكم بزاف، واذا عجبوكم متنساوش تحطوا لي في لي كومونتير كيفاه جاوكم. هادو اللي درناهم ب زرعة الكتان، هملا برمناهم درتهم هكا مبرومين، هادو اللي درناهم بالسانوج هملا جاو محمرين ما شاء الله، جاو مقرمشين، وهادو اللي درناهم بالفرماج هملا تاني مبرومين. الشكل اللي تبغوه، المهم انكم ديروا وتجربوا في دياركم، معليش كما يقولوا ناس بكري خسرت العجين ولا خسرت اليدين، هذه هي. جربوا وصفاتي، واذا نالت اعجابكم ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي راها تفرحني بزاف بزاف. وتاني حاجه واحده اخرى، اللي اول مره يشوفوا قناتي مرحبا بكم في داري،
وما تنساوش تشتركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.